يجمع اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البرلمان بغرفتيه، حيث سيلقي خطاباً أمام ممثلي الشعب، وسيضمن الخطاب تقييماً لحصيلة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأربعة من عهدته الرئاسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى تنفيذه للالتزامات الـ54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري ضمن برنامجه الرئاسي. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه اليوم الاثنين، حيث جاء في المرسوم الرئاسي رقم 23462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، والمتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه أنه وبناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 25 ديسمبر سنة 2023. ويتضمن جدول أعمال البرلمان في دورته غير العادية وفقا لذات النص افتتاح الدورة متبوعا بخطاب السيد رئيس الجمهورية، لتختتم الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال آنف الذكر. تابعونا على المواقع التالية.